في إسرائيل تتعالى الأصوات بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير على خلفية ارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل، والتي تضاعفت أعداد ضحاياها 3 مرات مقارنة بالعام الماضي. بن كفير طالب بالسماح له بتنفيذ اعتقالات إدارية واسعة في الوسط العربي، الأمر الذي لاقى رفضا من حقوقيين ونواب عرب، بينما قوبل مقترح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإشراك الشباك في مواجهة الجريمة انتقادات من المعارضة والمجتمع العربي. مع تفاقم الجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل، تتعالى الأصوات في المعارضة المطالبة بإقالة إيتمار بن كفير وزير الأمن القومي، والذي تراه جزءا من المشكلة وليس الحل. أدعو إلى تشكيل مجلس وزاري يضم جميع أقسام الحكومة حول الطاولة، وأدعو نتنياهو إلى إقالة بن غفير واستبداله. ليس لديه القدرة ولا الثقة المطلوبة مع قيادة الشرطة والمجتمع العربي، ولا أعرف حتى ما إذا كان لديه رغبة حقيقية في حل المشكلة. المسؤولية كبيرة للغاية، الوضع خطير للغاية. لكن لوزير الأمن القومي رأي آخر، يرى أن إطلاق يده في تنفيذ الاعتقالات الإدارية من شأنه أن يساهم في حل مشكلة العنف والجريمة داخل المجتمعات العربية. أسمع كل فرسان الحقوق المدنية، فرسان الديمقراطية، الذين يتحدثون إلينا عن الضرر الذي سيحدثه هذا للحقوق المدنية في الوسط العربي. أطرح أمرا واحدا، أول حق مدني إنه أولا وقبل كل شيء الحق في العيش والحياة، لذا توقفوا عن الانتقاد. تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إشراك جهاز الأمن العام الشباك بالحرب ضد الجريمة في البلدات العربية لم يلق ترحيبا في أوساط المعارضة، وفي ذات الوقت قوبل بآراء متباينة لدى المواطنين العرب. أداء بن كفير السياسي واضحة أنه مش مهتم بمعالجة هذا الموضوع، لأنه بالنسبة له العرب هن سكان نوع دال مش باع. فأنا حسب رأيي عم بنشوف النتائج عم تنعكس بشكل سلبي. وإدخال الشباك، إدخال الشباك أي شيء بيساعد بحل هاي المشكلة أنا حسب رأيي أنا معه. أداء بن كفير لما بيجي واحد اللي هو بحاله عنده لائحة اتهام وكان متهم ومش مناسب. موقف أكثر تشددا جاء على لسان النواب العرب في الكنيست، الذين اتهموا نتنياهو وحكومته بالقصور تجاه المواطنين العرب. أعداد ضحايا العنف في البلدات العربية بلغ 3 أضعاف ما كان عليه في ذات الفترة من العام الماضي، وهو ما اعتبر فشلا لحكومة نتنياهو ووزيره بن كفير والمطالبة بإقالته. من مدينة يافا، يحيى قاسم، الحرة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا، ينضم إلينا من تل أبيب الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية أمير إيرون. أيضا ينضم إلينا من القدس رئيس معهد الجريمة في الجامعة العبرية في القدس الدكتور بادي حصيصي. أهلا بكما ضيفي الكريمان. دعني أبدأ معك هذا الحوار سيد بادي، ونفهم منك أكثر لماذا ازدادت أعداد الجريمة والعنف في المناطق العربية في إسرائيل، وما هي الأسباب والدوافع لذلك برأيك؟ مساء الخير. هناك أسباب كثيرة وعميقة لتفشي العنف والجريمة العنيفة في المجتمع العربي، مثل التطور المجتمع من مجتمع متحفظ لمجتمع أكثر عصري وكل هذه الأسباب. ولكن حسب رأيي السبب الأساسي في تفشي الجريمة هو الحضور الجزئي للدولة. عندما يكون حضور جزئي وناقص للدولة هنالك إشكال، وهذا الإشكال يؤدي إلى ثقة متدنية بالمؤسسات وتقبل لثقافة العنف في المجتمع العربي. وهنا يعني تحدث دائرة جهنمية، أن الناس تشعر أن لا حضور للدولة، فعندما يكون أي إشكال الناس تحل الإشكال بنفسها، والقسم يشتري السلاح لحل هذه الإشكالات. فمن أجل
معالجة هذا الموضوع يجب ترسيخ سلطة القانون في المجتمع نعم. العربي في إسرائيل، والارتكان إلى استراتيجيات وآليات أثبتت نجاعتها في كبح الجريمة العنيفة والقتل الخاص في الولايات المتحدة وفي مجتمعات أخرى. دعني أنتقل إلى ضيفي السيد أمير إيرون، أهلا بك معنا. قبل قليل السيد أو الدكتور بادي تحدث عن حضور جزئي للدولة في المناطق العربية. هذا العنف الحاصل، ازدياد أعداد الجريمة في نهاية المطاف سيد إيرون، ألا يقلق الحكومة الإسرائيلية في نهاية المطاف؟ نعم زميلي على حق، إن لا يمكن أن نتوجه إلى قرى أو مدن عربية لإصلاح الكهرباء أو المياه خوفا أن يكون هناك أي اعتداء ولا يمكن للشرطة أن تحمي الشخص المعني، فهناك مشكلة غياب الدولة. ونتنياهو في السنوات الماضية عمل بشكل منتظم لجعل الأوضاع أسوأ عبر تخفيف قدرة الشرطة في هذه المناطق، وبالتالي يحق أو كل مواطن يمكنه أن يعتقد وربما عن حق أنه لن يعامل بالطريقة الملائمة من قبل المؤسسات. أكثر من ذلك، مع تسمية بن غفير الآن ونعرف أنه شخص يجدر أن لا يكون وزيرا في أي محفظة، وطبعا لا يمكن أن يكون وزيرا للأمن القومي، تسميته تظهر عدم جدية الحكومة لأنها أعطت وظيفة صعبة جدا لشخص غير جدي. سيد أمير، فقط لنوضح هذه النقطة، يعني عندما نحمل المسؤولية للحكومة الإسرائيلية لتفشي مثل هذه الظاهرة وانتشار الجريمة، هل من الممكن أن نفهم أكثر إن كانت هناك ممارسات ينبغي على الجهات الأمنية، على جهاز الشرطة الإسرائيلية القيام به وهي قصرت في هذا الجانب مع المجتمعات العربية تحديدا بسبب انتشار الجريمة وعدم القدرة على السيطرة فيما يحدث؟ نعم، ولكن الشرطة قد أضعفت في كل مكان بما فيه في المجتمعات اليهودية. نحن لدينا اغتيال 100 شخص منذ بداية العام، والأمر أكثر وضوحا في المجتمعات العربية، جرائم من قبل عرب ضد عرب وليس من قبل عرب ضد يهود أو العكس. وفي العام الماضي كان هناك محاولة في توجه لإيجاد حل مع الحكومة القديمة مع بنت ولابيد، كان هناك مشروع لتحسين الشرطة مع الوزير ساغالوفيتش الذي حاول أن يجمع كل الوزارات في الحكومة ليعمل معهم لمواجهة لنقل مثلا الجرائم المالية وغيرها. تتذكرين الكابون في شيكاغو أنه أدين في نهاية المطاف وحكم عليه لمشاكل تتعلق بضرائبه وليس بقيامه بقتل الناس. هذا ما بدأ به هذا الفريق، ولكن نتنياهو جاء وضع حدا لعمل الفريق وعدنا إلى أسوأ من نقطة الصفر. السيد بادي، لنوضح هذه النقطة أكثر، ما علاقة الشباك بما يجري على أرض الواقع؟ لماذا يشدد بنيامين نتنياهو على إشراك الشباك ضد منظمات الجريمة في الوسط العربي، رغم أن رئيس الشباك ربما أبدى اعتراضه وأيضا المستشار القضائية على إشراك هذا الجهاز فيما يخص موضوع الجريمة بالمجتمعات العربية؟ يعني ممكن هذا التوجه كتوجه من يأس معين، يعني نوع انك desperate time call for desperate measures، انا الوضع ميؤوس منه، تتوجه لأجهزة ليست مسؤولة عن الجريمة، لكن بسبب أن الأجهزة الأخرى لتطبيق القانون مثل الشرطة والنيابة والآخرين فشلوا أو لم يستطيعوا كبح الجريمة، تتوجه إلى مثل هذه الأجهزة. ولكن
يجب هنا أن ننتبه إلى هذا المنطق. هنالك منطق ما يسمى منطق اليد الحديدية، والتوجه يقول أن مشكلة العنف في المجتمع العربي أو بشكل عام مشكلة العنف أن لم نعطي قوة كافية لكبح مشكلة العنف، ولكن هذا التوجه هو توجه مغلوط وتوجه ليس له أي إثبات علمي. نحن نعرف أن التوجه بعد قوة أكثر وأجهزة أكثر ليس بالضرورة يحل المشكلة، وإنما نظرة عميقة للمشكلة، الارتكان إلى منظومة تكاملية مثل ما قال زميلي عندما طرح منظومة يوآف سيغالوفيتش التي كانت تكاملية، أنت تفهم المشكلة تأتيها من جهات متعددة وأنت جدا دقيق في رد الفعل وليس ردود فعل واسعة جدا غير لا تفرق بين شخص وشخص. لذا حسب أنا ممكن أن يكون للشباك دور في مساعدة تطبيق القانون، ولكن بأي زاوية تقصد هذه النقطة سيد بادي؟ كيف يمكن للشباب أن يساعدوا في هذا الدور إن كان هذا الموضوع موضوع أمني بحت، إن كانت القوات الأمنية وحتى ولو كان وجودها جزئي غير قادرة على السيطرة على الأرض؟ يعني الموضوع ربما يقاس يعني منطقيا أكثر بأنه هذا الملعب هو ملعب الجانب الأمني في نهاية المطاف. ليس بالضرورة يعني ممكن عندما نكون في حال ميؤوس منه أن نتوجه إلى آليات على المدى البعيد ممكن أن تكون لها أضرار، فيجب أن في نظام ديمقراطي نحن نرتكز إلى أسس وإلى تعامل، حتى وإن كان ممكن أن تقول استطيع ان احل المشكله بسرعه لو استعملت ذلك الجهاز وذلك، ولكن هذا يعني يشكل اشكالات في الخل بالنظام الديمقراطي. فانا لست ضد ان يستعمل الشبكه، والشبكه ممكن ان يستعمل بما يخص بمصادر الأسلحة ومن أين تأتي وسوق الأسلحة، وهي نقطة مهمة أيضا. بس دعني أعود بسؤال أخير وأتوجه إليه إلى ضيف السيد أمير أورن. بالتأكيد تعلم بأن هناك مطالبات كبيرة لإقالة وزير الأمن القومي، هل هذه الخطوة في نهاية المطاف قد تكون مفتاح ربما لحل هذا العنف المتصاعد؟ نعم، ولكن الأمر ليس أيضا بهذه السهولة، لأن استمرار نتنياهو يرتكز على أن يكون بن غفير وزير الأمن القومي وسموتريش وزير المالية. إن أبعد بن غفير سيخسر الغالبية في الكنيست وستنهار حكومته، وضعه القانوني في الحالات ضده لدواعي الفساد ستصبح سيئة، وبالتالي من السهل ولكن من الجيد والملائم أن نطالب بذهابه، ولكن ذلك لن يحصل. شكرا جزيلا لكما ضيفاي الكريمان، من تل أبيب الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية أمير إيرون، ومن القدس ينضم إلينا رئيس معهد الجريمة في الجامعة العبرية في القدس الدكتور بادي حسيسي. شكرا جزيلا.